اهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شبكه الرؤيا الاعلاميه في هذا المؤتمر الصحفي العاجل الذي تعقده المؤسسات الحقوقيه وشخصيات وطنيه حول ما جرى اليوم وسط مدينه رام الله، حيث اعتقلت الاعلاميه الفلسطينيه اكثر من 20 ناشطا قبيل بدء مسيره واعتصام مطالبة بالتحقيق العادل ومحاسبة المتورطين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات. في هذا المؤتمر يكون معنا اليوم المتحدثون السيد شعوان جبارين، وهو مدير عام مؤسسة الحق، والأستاذ عصام العروري مدير مركز القدس لحقوق المساعدة القانونية، وأيضا الناشط الحقوقي السيد جهاد حرب، وأيضا الدكتور ممدوح العكر وهو طبيب ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. نبدأ معك سيد شعوان جبارين، الكلمة لك، تفضل. مساء الخير وشكرا على المكان والاهتمام. والنقطة الثانية، نأسف لجعلكم دائما متاهبين ودائما نزوركم في منتصف الليل، ولكن للأسف الشديد ما يجري في البلد يدفع الأمور كي ننظم مثل هذا المؤتمر العاجل، والذي يتكرر بشكل دائم ومستمر في الاعتداء على حرية التجمع السلمي وتعبير عن الرأي. كان هناك محاولة اليوم للتجمع السلمي في رام الله، وأبلغ الجانب الرسمي في ذلك حتى بفترة طويلة وقبل أيام، وتم التقدم حتى بشكل رسمي في إطار الإبلاغ، ولكن للأسف الشديد لم يتم الاستجابة، واستجيب بطريقة خاصة من خلال منع المتظاهرين أو المعتصمين بأن يتواجدوا بالمكان من خلال حشد قوة كبيرة من الشرطة الفلسطينية في المكان، والحيلولة دون وصول هؤلاء الأشخاص إلى دوار المنارة حيث كان مخطط للتواجد للتعبير عن الرأي بشكل سلمي وبشكل واضح. وبرأيي هناك تطور لم يتم الالتفات إليه أو احترامه نهائيا، وهو المرة الأولى التي يتم فيها التقدم بشكل رسمي ببلاغ وبإبلاغ عن المكان، بل أكثر من ذلك حتى ترك للمحافظة بأن تجد المكان المناسب وتعطيهم المكان المناسب كي يتجمعوا فيه. للأسف الشديد رافق هذا الأمر اعتقال أو احتجاز مجموعة من النشطاء، منهم ناشطتين هما ضحى معدي وكوثر العبويني، ووصل عدد المحتجزين الآن في شرطة البالوع إلى 21 معتقل ومعتقلة. المعلومات كانت تشير لدينا للاعتداء على ثلاثة منهم ماهر الأخرس وعبادة القواسمي والضحى معدي. هذه معلومات توافرت لدينا، لذلك نحن نطالب بالإفراج الفوري وبدون تأجيل وتأخير عن المحتجزين. الشيء الثاني، يجب التحقق والتحقيق في موضوع الاعتداء الذي تعرضوا له، وخاصة ماهر الأخرس الذي وصل للمستشفى وأعيد منه. هذه المسائل بصراحة لا تبشر بخير، استمرار الأخطاء واستمرار كبت الحريات وتقوية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مسائل أساسية لا تؤدي إلى نظام ولا تؤدي إلى أمن ولا تؤدي إلى قانون، ومن يعتقد خلاف ذلك أنا باعتقادي يذهب بالبلد إلى مكان وإلى مربع جميعنا لا نرغب فيه، وجميعنا نرغب بأن يسود القانون وتسويد الحرية، وأن تكون هناك سقف الحريات واسع كما يتطابق ويتناسب مع القانون الأساسي الفلسطيني أولا، والتزامات دولة فلسطين على مستوى العالم. هذه التزامات واجبة التطبيق في فلسطين. هذه المسائل دفعتنا كي نعقد هذا اللقاء وهذا المؤتمر الصحفي لنطالب بالإفراج الفوري وبدون شروط. وهناك سؤال كبير، من يتخذ القرار
في البلد وعلى هذه الشاكلة وعلى هذا النحو. أترك المجال لزملائي الآخرين للتحدث في المجال وفي ذات العنوان. دكتور ممدوح. شكرا. الحقيقة زي ما قال الأخ شعوان، يعني صرنا مش فاهمين لوين ماخذين البلد. الحقيقة يعني هذا التصعيد باتجاه واضح نحو القبضة الأمنية والقبضة الحديدية، والقبضة الأمنية والحديدية يعني لم تخف ولم تخضع شعبنا لما كان أيام استعملها رابين واستعملها شارون واستعملها نتنياهو وكل العسكر الإسرائيليين والقادة الإسرائيليين. فلا تليق بشعبنا أنه يعامل من قبل سلطته الوطنية بقبضة حديدية وقبضة مدنية أمنية. والحقيقة يعني أنا بشوف أنه ما يجري هو خرق لالتزامات وتعهدات السلطة الفلسطينية، الالتزامات والمعاهدات الدولية من حيث المحاكمات العادلة ومن حيث الحريات، خاصة حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. كل اللي عم بيطالبوا فيه أو كان الهدف من التجمع أو الاعتصام اللي كان مزمع عقده اليوم في دوال المنارة هو المطالبة بالعدالة لنزار بنات. عدالة، بس بيطالبوا بالعدالة. والحقيقة يعني بيحضرني هون يعني شيئين كمان. أولا يعني في مقولة كثير مهمة، justice delayed justice denied، تأخير العدالة هو إنكار للعدالة، تأخير العدالة هو إنكار. وواضح الأمور عمالها تتمطمط بالنسبة للعدالة للشهيد نزار بنات. ويعني إشي مؤسف جدا أنه يتحول أنه هناك إصرار من السلطة عن أن يتم التعامل مع مقتل أو اغتيال الشهيد نزار بنات بالوسائل العشائرية، القضاء العشائري. يعني شو بدي أقول الواحد، يعني هون السلطة بتقول إحنا بنعترف أنه مسؤولين عن مقتله، وبعدين السلطة بتقول بدنا نحلها عشائريا. خلص إذا نحلها عشائريا معناته نسكر القضاء ونسكر المحاكم ونفتح وزارة اسمها وزارة القضاء، مجمع المحاكم العشائرية. لا يجوز، يعني هذا عماله بجر البلد لمآلات مرعبة، مآلات مرعبة. الشيء الثاني، نبرة الكلام حول أجندات أجنبية. كل ما حدا بده يعترض على شيء أو يعتصم من أجل شيء إنه وراهم أجندات أجنبية. أولا هذا إهانة لشعبنا. لما إذا أي واحد بده يقوم بنشاط، بده يعبر عن رأيه، بده يحتج وبشكل سلمي راقي جدا، يقال إنه أجندات أجنبية. يعني وين شايفين هدول الشباب كل يوم بتقابلوا مع CIA ومع مخابرات البلد الفلاني ولا البلد العلاني؟ عيب هذا. يعني وبيعرفوا إنه هاي التهم كانت يعني التهم تكال في كل الأنظمة القمعية والبوليسية في المنطقة وخارج المنطقة. دائما هاي الاتهامات اتهامات جاهزة. لا يليق بنا أن نعامل كشعب فلسطيني له كرامته له اعتزازه بتاريخه النضالي أن يتهم لما بدي عبر عن رأيه أنه هو في وراء أجندات أجنبية. خلينا أقول كلمة هيك يعني من الغضب، فشروا، ما في أجندات أجنبية. إحنا عمالنا منطالب بالعدالة لنزار بنات، إحنا منطالب بحرية الرأي، بنطالب بحق التعبير عن الرأي، بنطالب بحق التجمع السلمي. هذا ينكر علينا ويقال هذا أجندات أجنبية؟ يعني كفوا عن هاي التهم البائسة. ما بدي أكرر ما ذكروه زملائي، وبدي أحكي بشكل سريع ثلاث ملاحظات. الأولى أن ما جرى اليوم
كان مبيتا ومعدا له بشكل مسبق وقبل من حيث الحشود وإعداد حتى سيارات لنقل المعتقلين، مما يشير إلى أن القرار لم يكن قرارا ميدانيا لأن المظاهرة لم تبدأ أصلا، وإنما كان قرار يبدو سياسي وبالتالي يصنف هذا باعتباره اعتقال سياسي. الملاحظة الثانية أنها لأول مرة يتم اعتقال الناس على النية، على نية تنظيم مظاهرة، مع أنه حتى لو نظموا المظاهرة كانت قانونية حسب قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني اللي يعطي الحق للمواطنين فقط عليهم إشعار المحافظ في المنطقة التي تجري فيها المظاهرة. الملاحظة الثالثة وهذا ما تكرر في الاعتقالات السابقة، اعتقال مناضلين وأسرى محررين ورموز وطنية وناشطون سياسيون. الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي افتخرنا به كشعب فلسطيني بانتصار إرادته على المحتل في 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 معركة الأمعاء الخاوية، رئيس كتلة انتخابية كان يفترض أن تخوض أن تخوض الانتخابات، المناضل إبراهيم أبو حجلة، مرشحون آخرون في قوائم أخرى، أعضاء في قياديين في فصائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية التي هي المرجعية السياسية للسلطة وهي التي يفترض أن تكون صاحبة القرار السياسي حين يكون أعضاءها وأنصارها والناس الذين يحملون علمها ورايتها يعتقلون في الشوارع. هذه الضرورة لمراجعة جدية وجوهرية لآلية اتخاذ القرار السياسي في البلد. وهناك أيضا من يقول أن يبدو أن تحولت عادة حاول معالجة أزمة بخلق أزمة أخرى في البلد في أزمة التعديل الوزاري اللي يعني تحولت إلى مهزلة، وربما يراد أيضا من خلال افتعال مثل هذه الأزمة التغطية على الأزمة الأخرى. شكرا. مساء الخير. لم يعد مقبولا استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع. هذا المنهج من الاعتقالات ومن القمع والتعسف يؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني. ما جرى اليوم يتناقض تماما مع ما ذهبت إليه المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية في اجتماعها قبل عدة أيام مع منظمات المجتمع المدني، وكأنه ما يقال في الغرف المغلقة يتم تطبيق عكسه في الشارع الفلسطيني وفي العلاقة مع الجمهور الفلسطيني. ويبدو أنه السياسيين الفلسطينيين لا يريدون قراءة قانون الحتمية التاريخية بأن التراكمات الكمية تؤدي إلى تحول نوعي، وعمل مؤسسات المجتمع المدني جميعها لا يترغب بالوصول إلى الانفجار. المزيد من الاعتقالات، المزيد من القمع يؤدي إلى مزيد من الاحتقان ويؤدي إلى مزيد من العنف قد يحصل هذا، وبالتالي على المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية تحديدا أخذ العبر حتى لا تكون بلادنا فيها العنف أو إمكانية الوصول إلى العنف وإلى الانفجار. شكرا.